التأمين الصحي قوي ويدفعنا لاستكمال حلم المصريين. قال دكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل إن الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل قوي وصلب ويدفعنا لاستكمال مسيرتنا في تحقيق حلم المصريين، خاصة في ظل الإرادة السياسية القوية الداعمة لهذا المشروع القومي، حيث تؤكد مؤشرات الأداء المالي قدرتنا على الاستدامة المالية المطلوبة للتوسع في تطبيق المنظومة الجديدة في المحافظات تدريجيا، ونحن قادرون على الوفاء بالمطالبات المالية في موعدها بعد خصم نسب المساهمات التي يسددها المنتفعون مباشرة لمقدمي الخدمة، بل والدفع مقدما مثلما حدث مع الهيئة العامة للرعاية الصحية التي سددنا لها مقدما تحت حساب المطالبات. أشار معيط في حوار لأخبار اليوم أن تكلفة نظام الرعاية الصحية الأولي 425 مليون جنيه خلال الفترة الماضية، بحيث ندعم موارد هيئة الرعاية الصحية على النحو الذي يمكنها من أداء الدور المنوط بها على أكمل وجه، بما ينعكس في جودة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين، لحين نجاح هيئة الرعاية الصحية في تنفيذ خططها الطموحة الرامية إلى التمويل الذاتي. نذهب إلى بوابة الأهرام ومنها نتابع. محافظة القاهرة تؤكد توفير سكن لأهالي إسطبل عنتر بعد إخلائه. تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إخلاء منطقة إسطبل عنتر بالقاهرة من السكان دون توفير سكن بديل لهم. ومن هنا تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة القاهرة والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإخلاء منطقة إسطبل عنتر بالقاهرة من السكان دون توفير سكن بديل لهم، موضحة أنه تم توفير مساكن بديلة حضارية لقاطني تلك المنطقة فور إخلائها باعتبارها منطقة آيلة للسقوط ولا جدوى من ترميمها، ليتم نقلهم بوحدات مؤثثة بالكامل بحي الأسمرات، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة وسكن لائق للمواطنين. ننتقل إلى الوطن ونقرأ الأوقاف. الدولة أنفقت 5 مليارات جنيه على المساجد في آخر 5 أعوام. قال الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة إن أمس الجمعة شهد افتتاح 61 مسجدا في محافظات مختلفة مثل الغربية والفيوم أسيوط كفر الشيخ، مشيرا إلى أن مسجد الأحياء في مدينة الغردقة افتتحه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بحضور محافظ البحر الأحمر في إطار دور الدولة المصرية في إعمار بيوت الله، وأضاف أن هذا الأمر ليس مستحدثا وليس وليد اليوم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية حريصة على ترميم وإعمار وبناء وفرش المساجد خلال السنوات الخمس الماضية، حيث جرى إنفاق ما يقرب من 6 مليارات جنيه على المساجد خلال آخر 5 سنوات، منها بعض الجهود الذاتية و3 مليارات جنيه منها من ميزانية الوزارة. ننتقل إلى الشروق ونتابع الآثار. وضع اللمسات النهائية لمتحف كفر الشيخ تمهيدا لافتتاحه الوشيك. بعد الانتهاء من تطوير متحف المركبات الملكية ببولاق، وزارة السياحة والآثار تسابق الزمن للانتهاء من متاحف كفر الشيخ وشرم الشيخ والقوم للحضارة المصرية، حيث يعكف أثريو ومرممو المجلس الأعلى للآثار على وضع اللمسات النهائية لهم تمهيدا لافتتاحهم الوشيك. ذكر بيان الوزارة أن أعضاء لجنة سيناريو العرض المتحفي يقومون بوضع القطع الأثرية بفترين العرض الموجودة بالقاعات المختلفة للمتحف، والذي يدور سيناريو العرض المتحفي له حول موضوع رئيسي وهو أسطورة إيزيس وأوزوريس والصراع بين حورس وست، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على مجموعة من الموضوعات مثل تاريخ مدينة بوتو القديمة أحد العواصم المصرية القديمة.
من مصراوي نتابع غدا بدء تسليم 240 وحدة سكنية بدار مصر بالقاهرة الجديدة. قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ غدا الأحد في 20 من سبتمبر 2020 وحتى يوم الأحد 11 من أكتوبر 2020 في تسليم 240 وحدة سكنية، 10 عمارات بالمرحلة الأولى كود 123 المتبقي من الدورين الأرضي والأخير من المرحلتين الأولى والثانية كود 423 بمشروع دار مصر بمنطقة الأندلس، 70 عمارة بمدينة القاهرة الجديدة. وأوضح المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع التجمع الخامس لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة. من اليوم السابع نقرأ استمرار تسجيل رغبات الطلاب بتنسيق المرحلة الثالثة للجامعات لليوم الثالث. يستمر اليوم السبت موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في استقبال رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المرحلة الثالثة، وتشمل بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني، وذلك لليوم الثالث على التوالي من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ولمدة 5 أيام تنتهي يوم الاثنين الموافق 21 من سبتمبر 2020. وأعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 50,000 طالب وطالبة للعام الجامعي 2020-2021. أكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوى، موجها الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفا أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي الكمامة، حيث لن يسمح لأي طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل. جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ صباح الخميس 17 من سبتمبر وينتهي مساء الاثنين الموافق 21 من سبتمبر الجاري. من موقعنا الإخباري موقع صدى البلد نقرأ الصحة: تسجيل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 وفاة. أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس الجمعة عن خروج 800 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 87,958 حالة حتى أمس. أوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 131 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 18 حالة جديدة. قالت الوزارة إنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 من مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافي المريض من فيروس كورونا. ذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة هو 101,772 حالة، من ضمنهم 87,958 حالة تم شفاؤها و 5,733 حالة وفاة.
نعود مرة أخرى لبوابة أخبار اليوم ومنها نقرأ صبحي. حجم الإنفاق على بطولة كأس العالم لكرة اليد وصل إلى 3.7 مليار جنيه. قال دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن حجم الإنفاق على بطولة كأس العالم لكرة اليد وصل إلى 3.7 مليار جنيه، متضمنة ميزانية التشغيل، والجزء الكبير من هذا المبلغ تم توجيهه في الاستثمار في المنشآت التي أقامتها الدولة، متمثلة في إنشاء 3 صالات جديدة وتطوير مجمع صالات استاد القاهرة بالكامل تسع الصالة 22,000 متفرج، بالإضافة ل10 صالات تدريبية ومصاريف التشغيل الخاصة بها. أما الأقل في التكلفة فهي تكلفة التشغيل، فهناك صالة في العاصمة الإدارية تتسع مدرجاتها لحضور 7,500 متفرج، وهناك مجمع في مدينة 6 أكتوبر يضم صالتين، تسع الصالة الأساسية التي تشهد البطولة 4,500 متفرج، ومثلهما بالمدينة الرياضية ببرج العرب تسع الصالة 3,000 متفرج. وأضاف خلال حوار لأخبار اليوم أن تنظيم البطولات الكبرى لا يحقق عوائد مالية ضخمة تغطي استثماراتها إلا في عدد قليل من البطولات مثل كأس العالم لكرة القدم والأولمبيات، لأن إسنادها يكون قبل تنظيمها بفترة زمنية تزيد على 8 سنوات، وحقوق الرعاية والحقوق التجارية تكون أكبر. أما الألعاب الأخرى فيكون الهدف هو تغطية التكاليف التشغيلية في المقام الأول وليست الإنشائية. أما فيما يتعلق بالمنشآت فهي أصول ثابتة تحقق التنمية المستدامة، ويمكن استخدام الصالات في أكثر من لعبة وليس لكرة اليد فقط، ويمكن الاستفادة منها في إقامة الاحتفالات والحفلات العامة. ننتقل إلى الشأن العربي والدولي، ومن روسيا اليوم نقرأ ترامب: لو كان الأمر بيد بايدن لكان سليماني وبن لادن على قيد الحياة. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة للمرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن، اتهمه فيها باتخاذ قرارات خاطئة تتعارض مع المصالح الأمريكية. قال ترامب في تغريدة أمس الجمعة: لا يوجد شخص اتخذ عددا كبيرا من القرارات الخاطئة مثل بايدن، لقد صوت لصالح الحرب على العراق وعارض مهمة القضاء على أسامة بن لادن وقاسم سليماني وأشرف على صعود تنظيم داعش وأشاد بصعود الصين. وأضاف: لو كان الأمر متروكا لبايدن لكان بن لادن وسليماني على قيد الحياة، ولكان الإرهاب في أوج نشاطه، أصبحت الصين الآن القوة المهيمنة على العالم وليس الولايات المتحدة. ما زلنا في الشأن العربي والدولي، ومن الشرق الأوسط نتابع: الحكومة اليمنية تدعو إيران للكف عن دعم ميليشيا الحوثي بالأسلحة. دعا السفير هيثم شجاع الدين مندوب اليمن الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دعا إيران للكف عن دعم ميليشيا الحوثي الانقلابية بالأسلحة لاستهداف اليمنيين والدول الجوار. قال المسؤول اليمني خلال مشاركته في اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر الجاري في مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا. قال إن استمرار إيران بدعم ميليشيا الحوثي يسهم في زعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة. وأعرب شجاع الدين وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن قلق اليمن البالغ مما جاء في تقرير مدير عام الوكالة بشأن استمرار إيران في انتهاكها خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 لعام 2015، داعيا إيران إلى وقف الخطوات التصعيدية وتخفيف حدة التوتر والتعاون الكامل مع جميع طلبات الوكالة. بكده بتكون انتهت جولتنا في الصحف، هروح لفاصل قصير وبعد الفاصل هروح لعالم الأونلاين وفقرة السوشيال ميديا.